السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة برنامج بكل جراءة قناة مصر البلد. يا رب تكون ليلة سعيدة على كل بيشوفونا في كل مكان، وكل مهموم وكل زعلان يا رب يبعت له اللي يطبطب على قلبه ويبقى حياتنا كلها سعادة، اللهم آمين. حلقتنا النهاردة عندي فيها أكتر من فقرة. الفقرة الأولانية هنتكلم عن بعض المشكلات، وهنتكلم عن بعض الاستغاثات، ونشوف بعض رؤساء الأحياء، وكمان هنناقش مع بعض فكرة المحليات ومشاكلها في الجزء الأولاني، بجانب ان الجزء الثاني هيبقى معايا نجم من نجوم الأغنية الشعبية، ولد شقي جدا جدا جدا، وده بيوصفه جمهوره نجم من نجوم الأغنية الشعبية ستايل ذا كينج اوف هيصة، النجم شيكو، هيكون معايا ان شاء الله في الجزء الثاني من حلقتنا. حابب يشاركنا حلقتنا النهاردة يقدر ببساطة يتصل على الأرقام اللي موجودة على الشاشة 1760 من أي محمول، أو على 0997760 من أي تليفون أرضي، أو تابعنا على صفحتنا على الفيسبوك. أولا امبارح كنت عامل حلقة عن الأحلام، وجالي أكتر من 300 رسالة. وليه أنا هقول ده؟ لأن من أكتر الحاجات اللي ممكن تضايقني في الدنيا إن حد يبقى من جمهور بكل جراءة أو جمهور مصر البلد يزعل مني، أو أكون حاسس إن قصرت في حق. جالي اكتر من 300 رسالة باكتر من 300 حلم، وكل الاحلام محتاجة تفسير، وده كان صعب قوي يتعمل، لان الحلقة خلصانة امبارح واحدة ونص ولا حاجة، وكانت صوفيا زادة يعني كانت متأخرة جدا، واليوم كان طويل عليها، فما كانش ينفع اقعد اخد منها اي تفسير، وما كانش عندي اي مانع اقعد اكتب لحضراتكم تفسير الاحلام، ولكن غصب عني سامحوني. ان شاء الله هنعمل حلقات كتير معاها ومع اكتر من حد في مجال الابراج والطاقة وعلم الارقام والحروف، وده بيحصل على مدار الشهر، لكن خلينا اقول لحضراتكم حقكم علي، انا اسف جدا عن ده. خلينا اقول لكم في استغاثة جاتني، نشوف مشكلتهم ايه ونحاول نحل معاهم. اهلا بك يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، يا ريت تعلي صوتك يا محمد من فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فندم، انا اخويا بيغسل كلى. عندي صوتي بقول لحضرتك، انا اخويا بيغسل كلى، ربنا يشفيه. هو في المستشفى اللي هي في عين شمس، جنب حي عين شمس على طول، مستشفى عين شمس العادية. حضرتك، هو المفروض ان هو كان عامل عملية في دراعه اليمين، اول ما بدأ غسيل يعني، وقعد يغسل 7 سنين او كده، وبعدين حصل فيها تجلط من فوق كده، من الجزء العلوي بتاعها، والجزء اللي تحت كان شغال عادي، فتعمل له عملية في دراعه التاني على طول عشان ايه، يكمل غسيل منها، يستبدل يعني، يغسل من الدراع التاني. من الدراع التاني. فالعملية طبعا ديت لازم تاخد لها فترة عشان خاطر تتقوى شوية بحيث انه يتعامل معاها. فالمفروض انها بترتاح، معروف في اي مريض بغسيل فشل كلوي انه ممكن العمليه يحصل فيها تورم او فحصل ان هم بقوا يغسلوا له من دراعه اليمين ودراعه الشمال، ناحيتين، ناحيه هنا وناحيه هنا، ودي الحاله اللي ايه اللي فضل عليها بقاله 6 شهور. فمن لسه من ما فيش ما من يوم الاربع الدكتور بتاع الوحده بتاعه، دكتور اسمه نادر، رئيس وحده الكلى بتاعته، لا مش بتاعته، هو رئيس وحدة الكلى المسؤول عنها، هي مش بتاعته. لا، هو اللي هحكي لحضرتك هيقول انها بتاعته، هو يقول زي ما عايز، هي الواقع ان انتوا بتتعالجوا في مستشفى من مستشفيات الدولة، فهو يقول بتاعته، يقول القاهرة بتاعتي، يقول زي ما عايز. انا يعني هو سي بي يقول اللي هو عايزه، بس هو مسؤول عن الوحدة دي. المهم ان هو حصل مشكلة مع محمد اخويا، فمحمد متعلم يعني، هو 34 سنة ومتعلم وعارف كويس جدا، في يعني بقاله فترة طويلة بيغسل، فخلاص بقى الدكتور نفسه نادر دوت بيقول له انت بقيت تفهم في الغسيل اكتر مني يا محمد، فهو بيبقى محافظ على نفسه شوية لان هو سنه صغير، ولان ليه اولاد، يعني محافظ على حياته، ده حقه الطبيعي في الدنيا يعني، فبيبقى مركز في كل حاجة بتتعمله في الغسيل وفاهم كل حاجة، ولو في حاجة غلط طبعا بيقول عليها وبيطلب انها ما تحصلش، فطبعا ده مضايقهم ان هما مش عايزين حد يعترض على اي حاجه غلط. فبتحصل مشادات بقى بسبب الموضوع ده، يعني اي مشاده بتحصل بتبقى بسبب حاجه زي كده، مش عشان اي حاجه تانية. ففوجئ محمد اخويا ان هو يوم الخميس قال له هاجي اغسل لك بالوضع بتاعك دوت، بس دي هتبقى اخر غسله.
وانت ما عملياتك الاثنين واقفين ومش هقدر اعمل لك حاجه. وكتب له جواب بالمعنى دوت وحوله بيه على شبرا العام ان هو يركب قسطره مستديمه اللي هي بتبقى على القلب دي. فمحمد اخويا قال له بس انا دراعاتي شغاله وبغسل عادي. قال له لا هي ايوه هو شرفه ان دراعاته سليمه وشغاله وبتغسل عادي. اه حضرتك عمل في المستشفى دي نفسها في الفايل بتاعه عمل ثلاثه عمل دوبلر ثلاث مرات. ايوه طيب الدوبلر ده معاه صوره من الدوبلر ده؟ لا كل حاجه في الفايل اللي في المستشفى. ايوه طيب المستشفى ده مستشفى شبرا. لا كل حاجه في مستشفى بتاعته بتاعت عين شمس اللي بيغسل فيها الفايل. طيب. اللي هو بيبقى المريض تمام. وبعد كده حضرتك يوم الخميس بقى قال له انا هغسل لك اخر غسله. غسل له الغسله دي يا فندم من بالطريقه اللي هي اللي هو بيقول له انها مش شغاله. يعني الكلام الغسله دي بعد ما كتب له التقرير ان ايديه مش شغاله. غسل له غسله 4 ساعات على بمب عالي يعني معناها ان كفاءه الغسله كويسه جدا وكل ده متايد في الفايل بتاعه. وغسل له الغسله وخلص له وقال له دي اخر مره وهتروح بقى انت تعمل القسطره. رحنا فعلا يوم النهارده اتوجه على المستشفى شبرا العين. وراح المفروض ان انا امبارح كمان قابلت المدير عشان اقول له لان محمد وديته مستشفى قال لي كل اللي المكتوب في التقرير مش صحيح. قلت له ايوه بس شبرا العين دي ما عندهاش امكانيات ممكن تعمل حل مشكله اخوك دي. ايوه انت الحل الوحيد اللي يحلها لك دي مرداش. لا ثواني ما انا هقول لحضرتك اللي حصل. هو كتب لي تحويل ومختوم بختم النسر وكل حاجه قانونيه ان انا اتحول على فين؟ على شبرا العام عشان يعمل قسطره. فقمت انا حضرتك رحنا المطريه من قبل ما نروح شبرا ديت قبلها بيوم رحنا المطريه اللي هي عندنا ديت اللي هي خاصه بغسيل الكلى وكشفنا عند الدكتور هناك. فقال له يا ابني لا انت دراعك العمليه شغاله بس ممكن تكون ضعيفه سنه فده احنا بنستبدل ده بان احنا نعمل الحاجه اللي انت بتعملها بقالك ست ان احنا نغسل بطرف يمين وطرف شمال كده وده اللي المفروض يتعمل لك. انا كدكتور بغسل الكلى لازم اشوف ايه اللي يريح المريض او اقرب حاجه ليه انه يغسلها واخر حاجه افكر فيها القسطره لان بتكون ليها اضرار ايه؟ يعني اضرار اداك ورقه كده؟ طلبنا بقى ورق قال ما اقدرش اكتب ورق. طيب ما هو شبه بالظبط. انا بقول لحضرتك على فكره اخوكي ما عندوش مشكله وخليه ما يغسلش الكلى تاني عشان يبقى انا كلامي مصدق لازم اكتب بايدي ورقه تقول كده. هو بيقول دراعته سليمه دي المشكله اللي احنا دي المشكله اللي احنا مش لاقيينها. طب ما انا بص حضرتك بقى اتوجهت انا خلاص اطمنت وعملت دوبلر لاخويا كتير والحمد لله عمليات شغاله والوضع الحالي يختل. بص حضرتك اللي حصل معانا في شبرا احنا رحنا بقى شبرا النهارده الصبح قابلتنا الدكتوره اللي احنا المفروض ان انا امبارح مدير المستشفى نفسه وقلت له يا فندم انا ما عنديش اي مشكله غير ان هو قال له مش هغسل لك هنا غير لما تركب لي ايه القسطره. كويس. وده مش قانوني ان يمنعه من الغسيل ده بيغسل يوم ويوم يروح يغسل فين. انا عامله حضرتك القرار على المستشفى دي مش عاملاها على حته تانية ولو معايا فلوس اغسل على النفقه بتاعتي انا مش هبهدله كده. يبقى ازاي يتمنع من الغسيل اصلا وده حقه عنده ايدين ممكن في عنده وضع ممكن يغسل عليه. طب خلينا ابقى محامي الاخر يعني خلينا اتكلم انا بلسان الدكاتره او بلسان حد بيتفرج علينا. انا اسفه بس ان انا هكمل حاجه بس بسيطه. المدير قال لي احنا محولينه يبقى الكونسلت هناك في شبرا علشان ايه يبقى برضو الفيصل ان احنا نطمن على المريض ان الطريقه اللي موجوده او العمليات اللي في دراعه او الطريقه اللي بيغسل بيها هنا ومش فيها ضرر ولا مسؤوليه. ده اللي سمعته من المدير. قلت له ده شيء كويس جدا انا معاك فيه لانه برضو دوت هيامن لي اكتر اخويا. فروحت شبرا العام النهارده ده على كلام المدير اقسم بالله امبارح. فرحت بقى شبرا العام النهارده الدكتوره قابلتنا وكشفت على طبعا كان حل اسهل من كده وانت في شبرا والدكتوره اللي قابلتكم والناس اللي قابلتكم في شبرا وقالوا لك دراعات اخوك الاثنين شغاله وكويسه مظبوط؟ مش شغاله وكويسه الوضع اللي هو بيغسل بيه مؤقتا لغايه ما العمليه تقوى وضع هو الوحيد اللي موجود عنده عادي ويشغله ويخليه يغسل مش ممنوع من الغسيل ومش في اي ضرر هو وضعه الطبيعي دلوقتي. طب دي وجهه نظرك انت وجهه نظر دكتور مستشفى نوجه نظر بقى الناس تغسله بقى لها سنين مختلفة وجهة نظر مين؟ قالت له مش راضيين يغسلك ليه؟ انت ممكن تعمل الوضع ده انت مش عشان قسطرة. بص يا فندم الجواب اللي اصلا انا بيه ان هو يركب قسطرة. قالت له حتى يركب لك قسطرة القسطرة
دي انا بشرح لك دلوقتي عمليه تكتب وتكتب دلوقتي وتختم. الارض دي ليها دور تتحجز دور كمان. لازم اعمل لك اشعاع تحليلي الاول عشان اعرف تقدر تعمل ولا لا، لا حاجه مستحيله يعني انت ينفع يتعمل ترى اصلا لا. الحاجات دي كلها اجراءات لازم تختم. حتى لو انا اعملها دلوقتي تكون اصلا. طيب احنا نقول لك نظر المستشفى، هو مدير المستشفى دكتور محمد عزيز اوكي كمل بس حصل. طب الكلام اللي بينا كان بس انا كمل اللي حصل. مدير منه مدير المستشفى قلنا لنا ورقه، ما احنا ورقه قلنا بقى ورقه اللي رفضت احنا للمدير اللي رفضت قلنا لك احنا عايزين ورقه بكام هناك مين من اللي حصل بالظبط. مفيش حاجه من اللي انتوا بتقولوها ولا في المفروض عشان يحصل اللي انتوا بتقولوه حتى لو افترى يبقى في تنسيق بيني وبين مدير المستشفى، وده ما حصلش ومحدش قال لي حاجه. ويا ابني انت مالكش عندنا حتى غسيل، حتى الغسيل ما نقدرش نغسله لك، انت ترجع للجهه اللي انت مسؤول منها. طب نعمل ايه؟ ادونا ورق، ادونا اي حاجه تثبت هم عايزين ورق. قام ختم لنا على الورقه اللي معانا ان هو ما عندوش اصلا اي حاجه انه يرتب اطفال. اسال بقى ممكن؟ اتفضل. المستشفى كلها مدير قسم غسيل الكلى ومدير المستشفى بيقولوا لا مش هنغسله من باب التعنت والعناد، ولا من باب هم اصلا خايفين على الحاله دي لا تتطور وتسوق من خلالهم فهم بيخلوا مسؤوليتهم؟ انت شايفه ايه في الاثنين؟ اوكي ماشي. انا من كلامي كده يبقى ده من باب التعنت لما يكون كل الدكاتره بتقول انه مسموح له يغسل بالطريقه وبالحاله اللي هو فيها. انا كل اللي طلبته يا فندم ان الفيصل بيني وبين الدكتور دوت ان يكون الوزاره تبعت لي كونسلت عشان انا مش قادره اثبت كلام الدكاتره دي كلها. هم يجيبوا لي دكتور عشان اثبت من عندهم يقول لهم، ولا هو الدكتور اللي من عندهم هيقول الكلام اللي على هواهم غير الكون اللي اتقال بره؟ طيب هم بيقولوا هم شايفين ان كده ما يقدروش يغسلوا عشان ده هيسبب عندهم مشاكل والحاله هتتدهور جدا جدا جدا، ودي وجهه نظرهم. لو انا قلت لهم لا اغسلوا غصب عنكم او اعملوا الكلام ده من وجهه نظرنا، ورغم ان احنا مش اطباء، لا انا طبيب ولا حضرتك طبيبه ولا حد فينا عارف، الكلى هتتدهور عشان يغسل وهو لما يترمي 4 ايام. انا معايا ورقه منهم النهارده مستلمها بخط ايد التمريض انه ما غسلش من يوم الاربع. ده كان الدكتورة اللي كان عندها في شبرا العام اللي هي بتقول لي حتى لو هعمله لازم يعمل غسلة، يعني ازاي يتمنع من الغسيل اصلا؟ ده لازم يغسل وعنده وضع يسمح له بالغسيل. انا بكذب على حضرتك؟ ما هو المصيبة ان انا كلامي دوت لازم دكتور يصدق عليه والدكاترة اللي صدقوا عليه ما عنديش منهم ورق، وهو ده هو دوت المشكلة اللي هم ماسكينها لي، مش عارفة اجيب لهم ورق بالكلام اللي بيتقال. ومحدش راضي يكتب ورق يا فندم، واحنا بنتكلم في حياه مريض مرمي في الشارع دلوقتي قدام مستشفى بمرداد. ما هو من نفس المنطق مدير المستشفى بيقول كده، هي حياه المريض اللي مخلينا خايفين نغسله لان خلاص بقى عنده مشكله فاحنا محتاجين القسطره. لا ما هو ده ما اتثبتش. لا ما انا عايزه بقى حد فيصل بيني وبينه بقى. حضرتك روحي بقى عند استشاري. انا رحت يا فندم عند استشاري، انت عارف رد عليا استشاري خاص. انا بقول لك نصيحه يعني قلت له يا فندم انا رحت فعلا وقلت له جبت لك ورقه. اداني الورقه قال لي احنا مش هندخل ناس غريبه ومش هنسمح ان ناس غريبه، المدير اقسم بالله قال لي كده، ومش هنسمح ان ناس غريبه تخش ما بيننا، ومش هنسمح ان حد غريب يقول حاجه. احنا هنوديكي بكره للفيصل اللي هو اللي حضرتك رحنا النهارده، وما كانش في اي خبر ولا في فيصل ولا في اي تنسيق ولا في اي حاجه ان حد يعمل حاجه على محمد اخويا استشاري مثلا يبص عليه المستشفى كانت طالباه ولا حاجه. هرجع هو قال لي هرجع للدكتور محمد عبد العزيز بينك وبين الدكتور طب وانا انا عايزه حل من حضرتك في اخويا اللي مرمي دلوقتي. ما انا لو انا دكتور كنت حليت. انا مشكلتي أنا هو بيقول بعضم لسانه. صوتي ده يوصل فين؟ صوتي ده يوصل فين؟ انا ازاي يبقى معايا اوراق؟ الاوراق اللي معايا دي ان الدكتور ما انت معكيش اوراق. بقول لحضرتك معاكي تقرير من المستشفى شبرا ان الدراعات دي سليمه او مش محتاج قسطره، قلت لي ما حدش عايز يديني ورقه. ما حدش راضي يديني ورق يا فندم. انا رحت مستشفى المطريه بلا حد يساعدني ان حد يديني ورق. كل الناس بتهرب من مسؤوليه، يعني كل الناس بتهرب من مسؤوليه. ولو المريض وصلوا وانا بكمل على كلامك، يعني لو المريض وصلوا فكره ان ده من باب العند او من باب ان مريض فاهم شويه فيبتدي يقول رايه او يبتدي يعترض على بعض التصرفات، يكون العقاب ليه انه يتحرم من غسيل كلى؟ هي دي امراض ينفع الهزار فيها ولا العناد فيها؟ تاني حاجه احنا ازاي واخدين الحكايه في منطقه الشخصنه بقى؟ قلت لك اه عزبته. انت عارف حضرتك انا طلبت بوليس النجده النهارده وطالباه يوم الخميس وكل ده متسجل، و
والله العظيم يا فندم متسجل، والله بوليس النجدة طبعا ما عندوش اي يعني مش في سلطته ان هو يجبر دكتور على انه يغسل لمريض. لا لا من سلطته، اطلع على مأمور اسم عين شمس قول له يا فندم انا اخويا هيجرى له حاجه وانا بستغيث بيك. والله العظيم كان معايا النهارده النجدة وجت لغايه المستشفى وقالت لهم بقول لحضرتك اللي جالي ده كان بيتحايل على التمريض بيقول لهم الراجل هيموت، طب اغسلوا له هيعمل ليه؟ ما عندوش سلطه اكتر من كده، اروح فين حضرتك؟ انا طلبت بوليس النجدة، انا الاسوأ من كده اللي هيموتني انا شخصيا ان اخته السليمه، اللي كلمت شكاوى وزاره الصحه يرد عليا انسان ربنا ينتقم من اي حد شبهه، انه يقول لي اخوكي اديني بس الدكتور يفهمني الوضع، بقول له المشكله بيني وبين الدكتور اصلا، تطلب مني انا اللي اديك السماعه او انا اللي اوصلك ليه؟ امال انت دورك ايه؟ انا بشتكي. اتصل بالمستشفى وتعامل انت وشوف الوضع كله وتعالى الحقه، انتوا مش وزاره الصحه يقفل في وش السكه، وكل ده متسجل، كل ده متسجل. المواطن الفقير المواطن البسيط له حق العلاج في امراض. انا بشكرك جدا بشكرك جدا وهتابع معاكي. بوليس النجدة وقف ليهم هناك في المستشفى. لا ما دي تفاصيل، انا يعني تفاصيل صغيره مش هتحل معانا يعني مش هتوديني في حته، خليني اطلع بنتيجه مكالمتك دي. انا بشكرك جدا على اتصالك. فكرة انه مريض بيعاني من غسيل كلى سنه صغير جدا بقاله 6 سنين ولا 7 سنين بيغسل، يعني حالته الصحية مش سليمة، حالته النفسية محتاج حد يرعاه. فمن باب ان المريض ابتدى يتكلم او ابتدى يرد من غير تودد، بشوف ان دي فيها وجهة نظر يعني ما تليقش بطبيب. ده رقم واحد. رقم اتنين، السيد مدير المستشفى دكتور محمد عبد العزيز، وانا النهارده تواصلت معاه وهتواصل معاه بكره، لازم نحط حل. يعني وان كان المريض عنده وجهه نظر استبدلوا فكره الفحص الاستشاري، حضرتك بعته لمستشفى شبرا يجي لك بمستشفى شبرا اما بخطاب او بمكالمه تليفون تفهم المريض اللي عندك ده يا دكتور عنده مشكله ولا لا. لو محتاج فعليا يعمل قسطره دكتور شبرا يكتب تقرير ويسلمه له ما فيش مانع، او يبعته لك يقول لك المريض محتاج قسطره. لكن لما مريض كلى يفضل يتطوح ما بين هنا وما بين هنا ويروح مستشفى مطريه يقولوا له لا انت تغسل وانت زي الفل، يروح مستشفى شبرا يقولوا له لا انت كويس، تيجي عند حضرتك او عند حضراتكم في مستشفى عين شمس تقولوا لا في مشكله كبيره، هنا اللي في مشكله كبيره. ايه التخبط ده؟ ده راجل بيغسل كلى، ويعني في الفترة دي من الزمن دي جرت العادة ان عادي يعني نسمع ان في ناس كتير بتغسل كلى، يعني ما عندوش حاجة يعني غريبة على مسامعكم، ده انتم المفروض الحالات دي بتمروا بيها كتير. لما يبقى في المطرية يقولوا ما فيهوش حاجة وغسلوا له، وحضرتك تقول لا ما اقدرش اغسله مش هينفع اغسله عشان عنده مشكلة في الاوردة او ما شابه ومحتاج يعمل قسطرة قلب. احنا بنهزر مع مريض او بنعند مع مريض او بنعاقب مريض لمجرد انه اعترض على طريقة ما؟ وخلي بالكم دي مش اول مرة تجيلي، انا كان عندي شكوى في مستشفى الفتح واتكلمت فيها. طقم التمريض يا جماعة، طقم التمريض ده لازم، رغم ان اللي انا عارفه او انا سامعه ان في بعض المشاكل في بعض اطقم التمريض، تاني بقول بعض، البعض ده محتاج يتراقب ويتدرب ويفهم. انت بتتعامل مع مريض اسمه بيغسل كلى، مش جاي يعمل فيلر وبوتكس، مش جاي يعمل تجميل، ده مريض بيغسل كلى، يعني نفسيته وخلقه ضيق ومش طايق حد في الدنيا، مش عايش عادي، عارف يعني ايه يوم او يوم لا بيغسل كلى؟ ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا. بتتعاملوا كده ليه؟ يمكن انت بتشتغل في غسيل الكلى وده العادي يعني، وعادي انك تشوف مريض بيتألم وده العادي، فاللي هو شبه من وجهه نظر الجراح يعمل حاجه تألمنا احنا هو يعملها عادي جدا، ده شغله. طقم التمريض محتاج يتعامل مع مريض غسيل الكلى بطريقه فيها رحمه اكتر من كده. في ناس بتتعامل برحمه شديده. في ناس بتتعامل بمنتهى الرساله الجميله، بس طقم التمريض ومش في غسيل الكلى وبس، في كل حاجه، فكره طقم التمريض ده لازم يبقى عندي مصدر اخبط على بابه ومكتب اخبط على بابه اشتكي الممرضه اللي اسمها ليلى، لان لما كلمتها عملتني بمنتهى اللا ادميه. كلمتني بطريقه الاحترام، مش لازم الاحترام تشتمني يعني. هي ممكن عايز ايه يا استاذ؟ اؤمر.
والله عايز شويه كده، مش فاضيالك هنا، مش هتمتني. هروح اشتكي اقول انها ردت عليا بطريقه لا تليق في العرف، ده مش موجود. بس لازم يتوجد، وانا بناشد معالي وزيره الصحه. يا معالي الوزيره، اللي اهم من ان احنا نبني مستشفى، واللي اهم من ان احنا نحط فيها اجهزه طبيه حديثه، والاهم من ان احنا نزود عدد غرف الرعايه المركزه وعدد الاسره، الاهم الناس اللي بتدير الحكايه جوه. السيد الرئيس بيعمل لنا مدن جديده ومستشفيات، يتعمل مستشفى ضخمه جدا تدار جوه بطريقه سيئه جدا. السيده وزيره الصحه، كلنا دلوقتي في حاله بناء وبنبني وبلدنا بتتحرك بجد. حضرتك بتبتدي بتطوري وبفضل الله وصلتي طبعا بعد تعليمات سياده الرئيس في علاج قائم الانتظار والعمليات، ده على راسي. جالنا النهارده مشاكل في قناه مصر البلد من شبين الكوم، فيهم مشاكل لا علاقه بمعامله المريض، طريقه العلاج، معامله اهل المريض، فكره انا جاي مع اخويا خايف عليه ومتجنن عليه فانتوا تعاقبوني ان انا بعيط او منفعل، علما ان المفروض اول ما حد يقابلني. وليه بشوف، ليه بشوف عارف بعض الحالات الاحباط اللي بتجيلي، ان انا في المستشفى في البرا في ال... في الافلام والمسلسلات بشوف المستشفى. ما تقلقش ابنك هيبقى كويس، اهدى بس كده وحالا هيدخل، ده بشوفه في الفيلم. في الواقع لا، في الواقع عندي واحده هي تتجنن على اخوها بيغسل كلى بقاله 7 سنين، انا عندي حاله اسمها الحاجه سندس مستشفى الفتح بتشتكي، احكي لكم بقى، هي مريضه تشتكي للمدير، فالمدير يقول لطاقم التمريض يا جماعه خلي بالكم الحاجه سندس مثلا. فليلى بقى وماجدة وسوسن والناس بتوع التمريض الجمال دول، انت اشتكيتينا تعالي، انت بتغسلي كل يوم ولا يومين ثلاثة، بتجينا كل اسبوع، بتجينا مرتين ثلاثة، تعالي. فتيجي الحاجة سندس تتعامل وحش قوي، فالحل البديهي انها تروح تقول للدكتور يا دكتور بيعاملوني وحش، اما في الغسيل، اما في المعاملة السيئة، اما في المعاد، اما انهم يجيبوني من صلاحية ربنا اللي مساء عشان اعمل غسيل الكلى بتاعي لمجرد انهم بيعاقبوني ان انا اشتكيت. إدارة المستشفيات يا جماعة دي حاجة لها علاقة مش بس بتشغيل عدد أطباء وعدد ممرضين وممرضات، لا، إدارة المستشفيات يا جماعة دي لها علاقة بمنظومة تطبق اللامركزية بين الإدارات وما بين القطاعات اللي موجودة في المستشفى، توجد بديل وتنقل الممرض. ما ينفعش يبقى ممرض طول الوقت في نفس المكان مع مريض بيكرر الزيارة بشكل منتظم بقاله سنين، ما ينفعش تخليلي ده، لأن احتمال يحتاج اتودد له بطريقه او اخرى وانا ما عنديش امكانيات او ما عنديش خلق او ما عنديش حاجات كتير. فسعادتك مستشفى عين شمس التخصصي، لا مش التخصصي، العامه فيها مشكله هناك لشاب بيغسل كلى، هتابع فيها وهفضل وراها لغايه ما نطمن على الشاب ده. مشكله تانية جات لي من حي عين شمس، اهلا بيك يا استاذ حسام، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. والله احنا عندنا مشكله اصلا في حي عين شمس. اتفضل يا فندم. المشكله اصلا اللي في اسواق منافس بيع كانت مفتوحه واحنا مقدمين بقالنا 3 سنين. دلوقتي المنافس البيع ديت اصبحت وقف للمخدرات، والسيد رئيس الحي مشغول والسيد السكرتير مشغول. مشغول بايه؟ وطبعا ما اعرفش هما مشغولين، مشغولين في ايه؟ طيب هما عندهم حاجه يعملوها؟ طيب ما هما ما عندهمش حاجه يعملوها، اما بنطلع بنقعد بتاع ساعه ولا حاجه عقبال ما الباشا يقابلنا او ما يقابلناش. لا غصب عنه تقعد ساعه تنتظر، وده حقه، هو عنده شغل وعنده ضيوف وعنده يا فندم. احنا بنقعد بننتظر بالساعات. تمام، وبعدين لما بتقابله بيقول لك ايه؟ ما بنطلعش بنتيجه، ما بنقابلش حد. يعني بتقابل رئيس الحي بيقول لك ايه؟ احنا ما بنقابلش حد يا فندم. يعني بتروح تنتظر الساعتين ويقول لك في الاخر ايه؟ بننتظر اصلا وما بنقابلش حد. واحنا بقالنا 3 سنين في المحلات اللي عاملينها منافس بيع ديت، المحلات دي خلصت واتشطبت. طب مستنيين ايه عشان نسلموها؟ دلوقتي احنا كنا طالبين ان احنا ناخد محل. مستنيين ايه عشان يسلموها؟
لا هو حضرتك دلوقتي المحلات اللي هي كانت متوضبة دلوقتي اصبح وقف، واصبح دلوقتي لتجار المخدرات البيبان اتخلعت، البلاط اتشال، اصبح بقى فيه اهمال، والسيد المسؤول مش عاوز يقابلنا، والسيد المسؤول بتاع حوالي منفذين بيع. يعني انت عايز تقول انها اتعملت واتشطبت اتعملت واتخربت وانتوا ما استلمتوهاش وما استلمناهاش، اصبحت دلوقتي البيبان اتشالت وكل حاجه اتشالت فيها. ده الموضوع ده كبير يا جماعه، وفي اهدار مال عام، ده موضوع فيه اهدار مال عام يا فندم. احنا المسؤولين انا مش عارف، احنا عمالين نكلمهم يا فندم، سلمنا المحل، دلوقتي المحلات باظت واصبحت بقت فيها كمامه، واصبحت بقت فيها ناس بتبيت عربيات كارو في المحلات، اصبحت لتجار المخدرات، والسيد السكرتير ما بيقابلش حد اصلا. استاذ اسمه البير الفونسو رئيس الحي، اتذكر كده؟ ايوه يا فندم، استاذ محمد رزق اللي هو يعتبر رئيس الحي مش سكرتير. ازاي يعني؟ اما بنخاطب رئيس الحي يقول اطلع للسكرتير، السكرتيره بتاعت رئيس الحي اطلع للسكرتير، نكلم السكرتير بتاع السكرتير رئيس الحي يقول انتظروا. طب نقابل مين؟ نتكلم مع مين؟ ودلوقتي المحلات اصبحت اصلا لا تصلح. طب هو السكرتير رئيس الحي ده ممكن يكون يعني بيقوم بمهام مهمه جدا، ده على راسنا الاحترام والتقدير مننا، بس في الاخر لازم في الاخر ما يبقاش الدور المهم ده ما بتقدمش منه اي حاجه، يعني لازم تتواصل مع الناس يا محمد بيه، طالما انت يعني ما شاء الله قائم بدور مهم جدا في الحي كده، ما ترد على اهالينا، ترد على الناس. والسيد رئيس الحي انا بسال، يعني حضرتك معاك تليفون وقافله ليه؟ ده حقي على فكره. انا بكلمك يعني انت هم... بكلمه هو. ايوه فندم. انا بشكرك جدا يا استاذ حسام، هتابع معاك، انا بسال بس السيد البير الفونس رئيس حي عين شمس، حضرتك عامل تليفون بكلمك عليه تليفونك مقفول ومفروض يبقى مفتوح، فانت ممكن تسالني تقول لي ليه مفتوح؟ مواعيد العمل خلصت. لا ممكن شارع يولع، اكلم مين انا ساعتها؟ ما انا لازم ابلغ حضرتك. تاني حاجه، في بن شر ماسوره اتكسرت، ابلغ حضرتك ازاي؟ في اي حاجه تعرض ليها اي مواطن، بما انك رئيس الحي يعني انت مسؤول عن كل سكان الحي، اوصل لك ازاي؟ تاني حاجة، حضرتك موظف ومن مهام عملك التواصل مع المواطنين على مدار اليوم والساعة، طالما وافقت واخترت انك تكون رئيس حي، مش حضرتك وافقت وحابب الحكاية وتمام؟ حضرتك رد علينا ورد على الناس. احنا بنطرح سؤال على السيد رئيس حي عين شمس، السويقات التابعة لحي عين شمس اللي في شارع احمد عرابي او بجوار احمد عرابي، مقفولة بقالها 3 4 سنين، الخارجين عن القانون وسيارات الكارو يجتمعون داخل هذه السويقات، هنعمل ايه؟ تاني حاجة، افرش في الشارع كبياع، فيجي انت حضرتك مهندس الاشغالات يجي يرخم عليا وياخدني وياخد بضاعتي ويعمل لي محضر؟ طب ما تحلها لي، وبدل ما انا شغال بشكل غير قانوني خليني ابقى قانوني، الدولة تستفيد طبعا. واحد، اولا انا هدفع ايجار ولا انا واخدها ببلاش؟ اتنين، حضرتك اصلا كنت عاملها ليه؟ يعني صرفنا عليها خشب ونجارة وتنظيم وتقسيم ودهانات وعملناها، حضرتك بقى عملت كل ده او اللي قبلك عملها ليه؟ هل يا ترى طلعت مش مطابقة للمواصفات؟ طب احنا كلنا كده حطينا في مخالفه، مطابقه للمواصفات ولازم عشان ناخدها يبقى من خلال سياده المحافظ، تمام سعادتك تبقى الجواب لسياده المحافظ تقول له يا فندم انا عندي سويقات بقى لها 3 سنين ومحتاجين يعني، لو كان الحكايه بتقوم من خلال سياده المحافظ، وكان كده او ما كانتش كده الحكايه، ما ترد على المواطن وتقابله وتقول لهم يا اولاد ان شاء الله انا هسعى لكم في ان احنا السويقات دي نديها لكم، خدوا بالكم يا اولاد انا مش هسيبكم لغايه ما تشتغلوا. هو انتوا كنتوا مستنيين ايه؟ ثم حي عين شمس اصلا في مخالفات كتير هوصها دلوقتي حالا، بس ناخد استاذ مين؟ استاذ محمود اهلا بيك. اتفضل يا استاذ محمود. استاذ محمود.
سيد محمود. يا باشا. طيب السيد محمود جات معاك. ازيك يا استاذ محمود؟ اتفضل يا باشا. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. قول لي قول لي يا فندم، ايه المشكله عندك؟ اعتقد السيد رئيس حي عين شمس والمساعد بتاعه الاستاذ محمد رزق بيشتغلوا لحسابهم مش لحساب الشعب ولا حساب الجماهير. بلاش اتهامات كده جزافيه على الهواء بدون دليل، خلينا نتكلم في مشكلتنا على طول. حضرتك يعني انا بقدم ان انا اخد عين، تمام؟ العيون مشغوله لبتوع المخدرات والبرشام والاستروكس، تمام؟ انا باخد عين عشان افتحها اشتغل اكل عيش واكل الاسره اللي ورايا، تمام؟ مش عشان ابيع استروكس وابيع برشام وابيع حشيش وابيع بانجو. تمام. قدمت عليها فعلا؟ بيسوموني هدفع كام؟ قدمت عليها فعلا؟ ماشي، بيسوموني هدفع كام؟ تعالى حضرتك انزل اعمل معاينه في الشارع، تمام؟ وشوف النمر دي متاجره لايه لمين؟ هي متاجره فعلا؟ النمر دي بتتاجر حضرتك عشان تتعمل محلات تجاريه، بتتعمل سوق، ما تتعملش لبتوع المخدرات. هي متاجره ولا مش متاجره؟ انا مش فاهم. ولا انا بتكلم غلط ساعتك؟ انت مش سامعني؟ انا سامع سعادتك، اتفضل. السؤال بيقول هل يا ترى هم مأجرينها ولا مش مأجرينها؟ والله بقى ما اعرفش حضرتك، تمام؟ نتكلم يقول لك احنا الاسم بتاعنا والحي بتاعنا. طب انا واحد زي عايز اكل ايه؟ هو مين اللي يقول كده؟ اقف قدام بتاع المخدرات ازاي؟ لا وانت مش المفروض تقف قدام بتاع المخدرات اصلا، مالكش علاقه بيه، انت ليك علاقه بالحي. عايزين نسال الحي، يا حي انت مأجر ولا مش مأجر؟ واكيد مش مؤجر. هو حضرتك بقى بتبقى محسوبيات بقى ما بين رئيس الحي وما بين المساعد بتاعه ما بين الموظفين، مش عارف لها ازاي يعني سعادتك. انا والله بيني وبينك ولا انا كمان بقيت عارف لها ازاي بصراحه، طالما رئيس الحي ما بقاش عارفين نوصل له، لان في سور كبير كده بين رئيس الحي وما بين المواطن، اسمه السور ده العاملين تحت رئاسه رئيس الحي، منهم بقى مهندسين الاشغالات والتنظيم ونائب رئيس الحي وسكرتير رئيس الحي، شويه الناس الكتير دي. ما فيش ما يدل على الكلام ده سعادتك. ما انا هكلم بقى استاذ البير الفونس بكره الصبح يكون فتح تليفونه طالما ما بيفتحوش بالليل، واعرض عليه المشكله ولازم يرد عليا، لازم يرد عليا، لانه لو ما ردش عليا انا هخاطب السيد المحافظ اللي هو خالد عبد العال. ما بيقابلش حد يا فندم. ما هو نطلب يعني ان احنا نخش له، بنطلب ان احنا نقابله، تمام؟ السكرتير يقول لك اكتب طلب وسيبه وعدي علينا، سيب تليفونك وعنوانك ونبعت لك. هو استاذ البير ليه بتعمل كده؟ ليه؟ نعم بتعمل كده؟ ده انا عندي لواء اسمه هشام السعدي في الاميريه، مواطن بعت رساله على الصفحه راح له البيت يساله ايه اللي مضايقك؟ ده عهد على الراوي يعني، المواطن اللي بيقول وقال كده في اتصاله امبارح. ما يا ريت انا من سكان الاميريه حضرتك. ما احنا كلنا ننقل محل الاقامه ونروح الاميريه بقى. ماشي. يا ريت انا من سكان الاميريه. لا لا هتبقى من عين شمس، والسيد المحافظ اكيد هيتدخل ويحل لنا مشكله مقابله استاذ البير الفونس الصعبه جدا، علما ان رئيس الحي لازم يبقى فاتح بيبانه، رسائل الرحمه، نتمنى رسائل السلام. سعادتك نتمنى هذا. انا بشكرك جدا وهتابع معاك، انا بشكرك بس عشان احنا عمالين نتكلم مش هنوصل كده النتيجة غير من خلاله هو. انا بقول للاستاذ البير الفونس والاستاذ محمد رزق، يا استاذ محمد يا رزق من فضلك في حاجات في عين شمس كتير قوي 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 تتعمل، الاول السويقات دي، بعد كده عندي مشاكل قمامة غصب عنك ضعف الامكانيات مش مخليك عارف تنزل لها. طب ورجال المتابعة والتنظيم والاسكان والمخالفات والاشغالات اللي موجوده والادوار اللي بتطلع مخالفه ولا ما فيش ادوار مخالفه؟ يعني عين شمس كلها ارض واربعه ارض وثمانيه حسب مساحه عرض الشارع ولا في مخالفات؟ المخالفات دي بتطلع امتى؟ استاذ رئيس حي عين شمس لو حضرتك شايفنا او اي حد يعرفك شايفنا، انا بقول لحضرتك افتح البيبان وقابل اهالينا في عين شمس. اللي داخل مش جاي ياخد صدقه، ده جاي ياخد حقه انه يقابلك ويعرض عليك مشكلته وانت تحلها. السادة رؤساء الاحياء، خليني اقول بالحق، اقول يعني في منكم ناس طيبة جدا وناس رائعة جدا وناس وطنية جدا وناس بتخاف على مكتبها جدا وبتخاف على رسالتها جدا وبتخاف على بلدنا جدا، ده ما فيهوش كلام. في منهم اللي نواه طيبة جدا جدا جدا، ف
مدي مساحات للمهندسين بتوع الحي ورجالة الحي يتحركوا بين الجمهور او مع الجمهور، فبيعاملوا الجمهور بطريقة مش معاملة. سعادتك بتبقى عارف ان في عمارة بتبني مخالف وسايبها، سايبها ليه؟ ده المفروض لو مواطن بعت لحضرتك شكوى قال لك في عمارة في الشارع الفلاني بتبني مخالف، اللي مسؤول عن الشارع ده في الحي يجازى ويتفتح عليه تحقيق. بنكلم رئيس حي عين شمس مش بيرد، الاعداد بيقول بنحاول نكلمه ما بيردش. اوكي يمكن بتنام بدري وبتصحى بدري عشان تشوف العمل وتنزل تشوف خدمة اهالينا، هنكلم حضرتك بكرة في وسط النهار ويا رب برضو ما ترد، عشان بعد اذن حضرتك انا هطلع للسادة المحافظ اقول له يا فندم انا مش عارفين نتواصل مع الاستاذ البير الفونس. ثم حضرتك يعني حضرتك رئيس حي زي رؤساء احياء كتير بتتواصل وبترد، مش عايز اذكر بعض الناس عشان ما يتقالش ان انا بجامل حد على حد، رغم ان ما فيش حد يعني انا باخد منه حاجه ولا في بيني وبينه علاقه غير خدمه اهالينا. اللي هيخدم اهالينا احطه على دماغي وادعي له، اللي مش هيخدم اهالينا زي حضرتك وزي ما انت سايب استاذ محمد رزق يتواصل مع الناس او مش عارف الناس مش عارفه تتواصل حتى معاه، لا انا هقف عند الحكايه دي، انا ماليش مصلحه خالص. بالعكس انت لو عندك دور بارز في تطوير عين شمس تعظيم سلام نعرضه ونسقف، تسلم ايدك يا جماعه، وقفوا جنب الرئيس واشتغلوا. ابنه مستنيين ايه؟ انت لازم تستنى يا فندم لما حضرتك تبقى في منصب عظيم جدا عشان تبتدي تتحرك وتنزل وتطلع وترد على الناس. ايه بقى ده؟ انا عندي محافظين، مش عشان طبعا انا من القاهره ولا من الجيزه ولا من القليويه، عندي محافظين ومنوفيه، تعالوا شوفوا محافظ المنوفيه، نزلوا شوفوا محافظ القليويه، محافظ الجيزه، سيد خالد عبد العال اللي هو خالد عبد العال، ناس بتتحرك وفي حاجات بتحصل انت رئيس حي مش محافظ بقى عندك مليون حي بتديره، انت رئيس حي رد على الناس، سيب الناس تتعرض، لان هتتعامل مع مهندس ممكن بالهوا كده يتعامل مع الناس حلو او وحش. حضرتك مش عايز تفتح لنا الباب لو انا عندي مهندس او حد من اللي بيشتغلوا في بعض جمل الفساد في كلامه، وده موجود يعني مش هنجد احراج، يعني ناس كتير رؤساء احياء اتعرضت انها اتمسكت في قضايا فساد، وارد يكون حد من دول بيوجد فساد في علاقته بالمواطن. ما تفتح الباب يا سيد الرئيس الحي، خلينا اجي اشتكي لك من المهندس فلان اللي عمال يقول لي انا عايز منك كذا، يا اما مش هخليك تاكل عيش. طيب خلينا اقول لحضراتكم جمله ثانيه، السيد مصطفى عبد العزيز في مدينه نصر قايم بدور هايل جدا، عامل شارع اوروبي اسمه عباس عقاد، تسلم ايدك. مهندس مصطفى عبد العزيز حي شرق مدينه نصر عامل شارع اسمه عباس العقاد، تسلم ايدك. عامل شويه يعني او قدر يطور فكره الاسفلت والرصيف، تسلم ايدك. عندي عند حديقه الطفل كميه زباله وهميه، عندي النادي الاهلي كميه زباله وهميه، عندي قهوة عماله تفتح عيني عينك. هو بقى بالهوا تسيبوا القهوة تفتح وبالهوا تقفل؟ انت ضد القهوة تتفتح؟ لا انا ضد ان انا يبقى شارع بحاله كله قهاوي، انا ضد الحكايه دي. والشارع ده الشارع ده كله مش المفروض يبقى فيه قهاوي. لو انتوا ساكتين عليهم يبقى انتوا ساكتين عليهم وعارفين، عايزين نعرف ليه انتوا ساكتين عليهم. واللي عمال يهد جناب، واللي يهد واجهه، واللي بيعملها رخام، واللي بيعملها ازاز، هو حضرتك ساكت على الحاجات دي ليه؟ معايا الاستاذ شديد، اهلا وسهلا بيك، اتفضل. عليكم يا باشا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سعادتك اداء مشكله. اتفضل. كنت شغال في الشركه العامه في اداره الكومنه. الشركه العامه لايه؟ سعادتك انا كنت شغال في قطاع خاص قبل كده من 75. من 82. طبعا لما جيت افكر عن المعاش قالوا عايزين استماره 6 واستماره 1. طبعا بقى لي 3 شهور النهارده كل ما اروح يقول لي بعد 10 ايام تعالى، بعد 10 ايام تعالى مفيش اي حاجه. قالوا اقول لك انا محضر من الشركه جواب ومحضر الحاجات دي فاضت. طبعا جبت لهم الجواب وجبت لهم المحضر وجبت لهم محضر الشرطه، الحاجات دي اتحرقت ايام الثوره. معايا الصحيفه الاصلي بتاعت التامينات موجوده، هم عايزين استماره 1 واستماره 6 بدل فات. طبعا انا عارف انا عبط وقاعد بايش، وكل ما اروح 10 ايام وتعالى 10 ايام وتعالى. انت مكتب تامينات ايه؟ تامينات بتاع شبر خيمه.
تأمينات أجل أخين أجل أخين اللي هو في شغل الخيمة لعدل الكنيسة. عندك بقى غلبوني يا بيه. طيب أنا هكلم متحدث باسم وزيرة التضامن تتواصل مع. شكرك جدا. سيب لي بس تليفونك على صفحة برنامج بكل جراءة. بشوف تاني في فساد في المحليات في البناء المخالف في الناس اللي بتسكت عن البناء المخالف. فكرة انك يا رئيس الحي مش معايز تخليني اجي ادخل لحضرتك وسايبنا تلطش على وشي فهتجيب ولا انا ها اشتكي لمين؟ ممكن ترد عليا؟ طب ممكن يا احمد يا مخرج ترد عليا انا اروح فين؟ انا بقول لحضرتك عندي مهندس بيقول لي انت عايز تبني هنعمل ايه؟ عايز تفرش هنعمل ايه؟ انا طبعا ضد هنعمل ايه دي؟ عايز اروح اشتكي بقى الرئيس الحي. مش عارف اقابلك زي ما انت عامل يا استاذ الفونس رئيس حي عين شمس. هتقول لي روح الرقابه الاداريه. تمام، ما تخلي الرقابه الاداريه دي محطه تانية لما اضطر الراجل ده يضغط عليا انه يحطني في الفساد. انا جاي لحضرتك بقول لك انجدني، انا عندي اجراءات يا فندم، عايز ابني، عايز اكل لقمه عيش حلال. انا مش فاهم، هو انا لما اجي اطلب تطبيق القانون عليا عشان امشي سليم تخلي واحد من الناس اللي بتشتغل يخليني اضطر اروح لمنطقه الفساد ليه؟ ما تقابلني، افتح باب مكتبك للناس. يعني ايه سيب اسمك في ورقه واحنا نتصل بيك؟ ايه ده؟ ازاي يعني انت حضرتك موظف موجود وقبلت انك تبقى موظف وقاعد على مكتبك؟ ما تفتح باب مكتبك للناس، ما تعمل لقاء جماهيري كل اسبوع لو انت الدنيا زحمه عندك، كل اسبوع تقابل بعض الناس. صفحة الفيسبوك بتاعت رؤساء الاحياء اللي انا بنفسي لما بكتب رسالة ما حدش بيبص لها، ويوم اكتب رسالة فيها وجهة نظر حقيقية فيكو بتعملوا بلوك. ايه ده؟ هي دي صفحتك عشان تعمل بلوك؟ دي بتاعتك؟ دي بتاعت الحي يعني بتاعت الحكومة وبتاعت الناس وبتاعت المحافظ اللي عاملها، بتعمل لي بلوك ليه؟ عشان اعترضت على اداك؟ عشان بقول لك ان في فلان الفلاني فاسد فتعمل لي بلوك؟ اه والله حاجه غريبه جدا. احنا عشان نبني ونبني بجد وتقفوا مع رئيسكم بجد، تقفوا مع رئيسنا ان احنا نقوم بمصر، لازم يبقى عندكم ضمير. وعايز اقول لكم ان الفاسد ملوش مكان، والله لو ما اتمسكتش دلوقتي هتبقى بعد شويه ممسوك. مفيش هزار، قانون يطبق على كل الناس. ابنه اللي حاسس انه مش هيقدر يبني، انك مهما كان عقلك الذري قالك انك هتقدر توصل بالفساد لمنطقة انك محدش هيكشفك، هتتكشف وبكل جراءة بالمرصاد. انا قلت اسم حضرتك وهطلع للسيد المحافظ اقول له وانا مكان المواطن وهصرخ زيه ومش هسكت. معايا استاذة منى من اسكندريه. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم، اتفضلي. لو سمحت انا كنت عايزه، عندي مشكله في التأمين. انا قدمت على معاش 20 سنه خدمه، كان قدمت على معاش فقالوا لي رحت للموظف قال لي انت ممكن تقدمي كده 20 سنه وممكن اطلع معاش. قدمت الثمره 6 وقدمت الورق للمكتب في اسكندريه. بعد كده قال لي لسه في 4 سنين هتكتب الكتاب ل 22 سنه انت واخداهم فما ينفعش. كنت شاريه كمان اربع سنين او 5 سنين هتبيعهم. وقدمت في اطلاق على المعاش وفي الاخر قالوا لي ان الورق ما ينفعش. مش فاهم يعني انت قدمت لهم الورق قالوا لك لا ما ينفعش ان انت يبقى ليكي يعني. انا رحت في وقت الاستعلامات في المكتب اللي هو التامينات اللي هو في اسكندريه. قلت له انا عايز اعرف ان هي كام سنه، ان انا كنت عامله عمليه شريحه مسمره في رجلي فخلاص انا كده مش قادر ان انا اشتغل. فقلت له قال لي انت كده عندك 20 سنه خدمه. الموظف اللي قال لي ممكن تقدري تطلعي معاش. طلعت على اساس الكلام اللي هو قال لي قدمت استقاله وطلعت معاش. هو قال لك تقدري تطلعي معاش وطلع كلامه في الاخر مش صح؟ اما هو بعد ما قدمت الورقه انا مش سامع الورقه قال لي انت في سنين انت واخداها في كتاب من 22 سنه، انا عندي 46 سنه
من 22 سنه. كان في طبعا بعد كده كتاب احنا المفروض نسحب ورق من التامينات، وبعد كده اضطريت ان انا اشتغل، رجعت اشتغل تاني. حضرتك سامعني؟ طيب تمام. حضرتك ايه المطلوب يا فندم؟ المطلوب انا عايزه ان الهندسه دلوقتي، انا بقى دلوقتي بالسنين اللي انا شاريها كده كملت 20. ما فهمتش ايه المطلوب. طيب انت اشتريتي، انت اشتريتي مدد عشان تكملي مدد التأمينات، هتبقى وقت ما تطلع سن المعاش تبقى كاملة يعني. بعد كده ما فهمتش بقى ايه المشكلة، يعني حاولي تتصلي بيا تاني وتقولي عشان وقت حلقتنا ونبقى استفدنا. السيد محمد عبد العزيز مستشفى عين شمس، انا اتواصل معاك بكرة واعرف من حضرتك ردك على الحكاية دي ايه. استاذ البير الفونسو اكلمه بكره واعرف هل يا ترى هو كان تليفونه اللي معانا وما رضيش يدخل، رفض المداخله، ولا الرقم مش مظبوط. وان كان الرقم مش مظبوط برضو دي مش غلطتنا، لان المواطن كان عندك عند باب مكتبك وحضرتك ما رضيتش تقابله. ساده رؤساء الاحياء ارجوكم، وانا عايز ابعت تحيه لرئيس حي باب الشعريه اللي ما عرفوش اصلا، عمل هيكله للساده مديرين ومهندسين الادارات في الحي عنده. يعني ايه؟ يعني جاب بتاع الاشغالات وداه عند التنظيم، وجاب بتاع الساحات وداه عند البيئه، لخبط الدنيا عشان الناس اللي جوه اللي كانت عايشه حاجه جميله نقف. فتحيه للسيد رئيس حي باب الشعري. الحقوا الناس يا ساده يا رؤساء الاحياء، رساله لمحافظ القاهره والجيزه واسكندريه وكل المحافظين، ارجوكم اوجدوا حد يقف مع الناس ضد المهندسين اللي اصلا اصل الحكايه او تاصيل الامور بيقول ان المهندس ده في خدمه المواطن. يعني شاء من شاء وابى من ابى، هي دي الفكره، ده بيخدم ده. فانا بقول لحضرتك معلش اقف مع المواطن انت كرئيس حي ضد بعض المهندسين، عشان ما حدش يقولني كلام ما قلتوش. بعض المهندسين يعني مزودينها يعني. نروح للفقرة الفنية. عندنا فقرة فنية، مطرب بيعمل حالة في الأفراح، حالة جدا يعني. تلاقي الفرح من دول الناس قاعدة كده في أمان الله رايحين فرح، تلاقي الناس قاعدة عاملة كده، هو يدخل الفرح اللي قاعد على كرسي تلاقيه قاعد على الترابيزة ورجليه فوق وبيشقلب الدنيا. اسمه شيكو ذا كينج اوف هيصة. ده الفعلا فعلا اتقال عليه الشقي. ده شقي بيروح اي محافظه يخلي المحافظه حاله يتلخبط، يقعد في اي حته يلخبط حال الناس اللي قاعده معاه. هو كده، هو كده في حاجه مش يعني مش فاهم. انا شخصيا بشوفه هو صديق واخ وحبيب، مش فاهم في ايه. تخش الفرح الناس كلها تبقى في حال، يطلع من الفرح تلاقي كل الناس في حاله خارجين من الجيم. شيكو ابو شك النبي افرح يالا، حاجات كتير كده. شيكو ابن اللعيبه عامل 30 مصيبه، ممثل مطرب فنان، وفي الاخر يساوي حاله قلب ابيض قد الدنيا. خليكم معانا نطلع نستقبل شيكو ونرجع تاني، فاصل ونرجع.